بعدما أنهى لبنان كافة التحضيرات اللازمة واستكمل دورة التراخيص الأولى، يستعد للدخول بمرحلة الاستكشاف في كل من الرقعتين 4 و9. تبدأ مرحلة الاستكشاف منذ موافقة وزير الطاقة والمياه على خطة الاستكشاف، على يتم حفر بئرين على الأقل في كل رقعة خلال هذه المرحلة، مع إمكان حفر بئر إضافية في الرقعة رقم 4 في حال تحقيق اكتشاف. تبدأ أعمال الحفر في عام 2019 بحفر بئر على الأقل في كل رقعة على عمق يتجاوز 4400 متر عن سطح البحر. وعند التأكد من وجود اكتشاف تجاري، على المشغل تقديم خطة تطوير وإنتاج إلى الوزير الذي يقوم بعرض هذه الخطة بعد استطلاع رأي الهيئة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج التي تمتد إلى ما يزيد عن 20 عاما. يبدأ الاقتصاد اللبناني بالتأثر إيجابا منذ اليوم الأول على صعيدي خلق فرص عمل تزداد تدريجيا كلما تقدمنا بمراحل القطاع، وعبر رفع القيمة المضافة في السوق المحلي اللبناني، حيث تسعى المنظومة التشريعية إلى مشاركة المكون المحلي في هذا القطاع منذ اليوم الأول، إن على صعيد التوظيف أو على صعيد التعاقد مع الموردين ومقدمي الخدمات اللبنانيين، مع مراعاة المحافظة على أعلى المعايير التقنية اللازمة. كذلك تضمن المنظومة الموضوعة لكل المهتمين بهذا القطاع شفافية على صعيد أعمال التعاقد التي ستقوم بها شركات البترول، حيث يجب أن تتم من خلال مناقصات عمومية تنتهي بالإعلان عن العرض الفائز. يرتفع تأثير القطاع على الاقتصاد اللبناني عندما تبدأ مرحلة الإنتاج من خلال ضخ أموال إلى الدولة اللبنانية توضع في صندوق سيادي لاستثمارها تباعاً كما نص قانون الموارد البترولية في المياه البحرية. في حال تم اكتشاف كميات كبيرة من البترول، يساعد موقع لبنان الجغرافي على الاستفادة من طريقتين لتصدير الغاز: الأولى من خلال خطوط أنابيب برية أو بحرية تزود الدول المجاورة الصديقة بالغاز وقد تتصل بالسوق الأوروبي، أما الثانية فهي تسييل الغاز الطبيعي لتزويد الأسواق العالمية بالغاز المسالي في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. ومن المهم الإسراع في البدء بتنفيذ الأنشطة البترولية، حيث يشكل التسابق إلى أسواق التصدير تحدياً كبيراً، بخاصة أن العدو الإسرائيلي قد بدأ بالإنتاج البترولي وهو يسعى إلى بناء تحالفات للطاقة مع بعض دول المنطقة والجوار الأوروبي. لكن مشوار استكشاف وإنتاج النفط والغاز يتطلب خطوات مستقبلية مسؤولة للحفاظ على ما أنجز وإنجاز المزيد. ومن هذه الخطوات: تطوير البنى التحتية، بناء القدرات المحلية لتوفير اليد العاملة للصناعة البترولية، تعزيز قدرات المؤسسات والثقة والشفافية، استكمال العمل التشريعي في إطار تلبية حاجات مسار هذا القطاع لناحية حسن إدارة الموارد والعائدات مع مراعاة الوقت المناسب وسلم الأولويات، التحضير لدورة التراخيص الثانية مع التمسك بآلية التلزيم التدريجي، توسيع برامج التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمهنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وفي حين تواجه مستقبل القطاع سلسلة من التحديات التقنية والاقتصادية والإدارية والبيئية والسياسية، فإن الجهوزية حتى اليوم تبشر باستطاعة لبنان تغلب على الآتي منها عبر تكاتف جهود جميع أبنائه في سبيل تحقيق النجاح المبتغى. ومن المهم في هذا الإطار النظر إلى هذا القطاع كجزء من تصور شامل للاقتصاد اللبناني ولقطاع الطاقة، وذلك لكي يشكل عنصر دفع للقطاعات الإنتاجية الأخرى التي يعول عليها لخلق الكمية الأكبر من فرص العمل ولتحريك العجلة الاقتصادية العامة. لبنان ليس بلداً مثالياً، بل يواجه كل يوم تحديات ومصاعب ومخاطر عدة، لكن لبنان مقدم على مشروع بترولي كبير وجميعنا مسؤولون عن حسن تنفيذه حتى يصير بحرنا بر الأمان.